السلام عليكم، كيف حالكم يا صغاري؟ اليوم سوف نبدأ بسورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة التين. ولكن قبل أن أبدأ، أريد أن أطرح سؤالاً بسيط: ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي؟ فكروا جيداً. الإجابة هي أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض، أنزله على سيدنا محمد. أما الحديث النبوي هو كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق محمد وبعثه لهداية الناس إلى دين الإسلام. هيا نبدأ بتلاوة آيات سورة التين. ولكن بعد أن نتذكر سوياً آداب تلاوة القرآن، من آداب تلاوة القرآن البسملة، الخشوع، الجلسة الصحيحة، وعدم اللعب، الاستماع بإنصات. هيا نبدأ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سورة التين تحتوي على 8 آيات، فلنبدأ بتفسير الآية الأولى: والتين والزيتون. أقسم الله تعالى في هذه الآية بالتين والزيتون، وهو إشارة إلى مكان انتشارهما، وهو بيت المقدس، مكان نبوة عيسى عليه السلام. إذن التين والزيتون ينتشران بكثرة في بيت المقدس. الآية الثانية: وطور سنين. يقسم الله تعالى بجبل الطور في سيناء الذي كلم الله به موسى عليه السلام. إذن جبل الطور في سيناء. وهذا البلد الأمين. البلد الأمين يقصد مكة المكرمة. أقسم الله تعالى بمكة المكرمة، مكان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن صورة وأجمل شكل، فله عينان اثنتان وأذنان اثنتان ويدان اثنتان وقدمان اثنتان. الله سبحانه وتعالى أحسن خلقنا وميزنا عن بقية الكائنات، فنحن شكلنا يختلف عن أشكال الحيوانات. تخيلوا يا صغاري، لو كانت لدينا أذن واحدة وعين واحدة ويد واحدة وقدم واحدة، فإننا لن نستطيع أن نرى بشكل واضح، ولا نستطيع أن نسمع بأذن واحدة. إذن الله سبحانه وتعالى ميزنا عن باقي الكائنات. ثم رددناه أسفل سافلين.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله سبحانه وتعالى سوف يدخل مجموعة من الناس إلى النار لأنهم يستحقون عذاب جهنم. من هم يا صغاري؟ من الذي سيدخل نار جهنم؟ هو الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. هذا إنسان غير صالح، سيدخل النار إذا لم يطع الله ويؤمن به. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان الذي يعمل الصالحات، يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويساعد الناس ويحب الخير لغيره ويحترم جاره، هؤلاء سيدخلون الجنة إن شاء الله. إذن علينا أن نكون من الناس الصالحة، يجب أن نصلي ونصوم ونعبد الله ونعبد الله ونفعل الخير ونساعد الكبير والصغير. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الآية الأخيرة يتعجب الله سبحانه وتعالى من الإنسان الذي لا يعمل الصالحات. من يكذبك بعد بالدين؟ أبعد كل ما قيل أيها الناس تكذب بيوم القيامة؟ فالله تعالى هو أحكم الحاكمين ولا يظلم أحد، وسوف ينصر المظلوم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا كثيرا، لماذا لا نعبده؟ لماذا لا نخشاه؟ يجب علينا أن نتبع أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه يستحق العبادة، فهو الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي خلق السماوات والأرض. يجب علينا أن نحترمه ونطيعه. وهكذا يا صغاري انتهى درسنا، وأتمنى منكم أن تحفظوا سورة التين. أحبكم كثيرا، هيا إلى اللقاء.